اليوم جايين لنفطر مع الترابلسية ان تورونتو، تريبوليانز ان تورونتو. انا اول مرة بجي بفطر معهم، اني جمعية كتير مهضومة وحلوة بس مالها كتار. ما توقعت هالقد، يعني في شي 200 شخص تقريبا كانوا اليوم مع الاورجنايزرز اللي عزبوني، زاهر، محمد، سوزان، جيري. شكرا كتير وليتس جو. ليتس جو. خيرك ويزيد حتى تقلن بدك ايد طرابلس اصلا لبناني. هاي 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 طرابلس عندك وقفات فيها بتعتز الارزاق، وحياتك عزك ما مات، اسمك للمجد غناني. هلا هيك هلا هيك هلا هيك هلا هيك هلا هيك نعلي الصوت ومنقول شعبك عنك مسؤول. رغم انه مدينة طرابلس افقر مدينة على بحر البحر المتوسط، ما حدا سأل لا عن سعر البنزين، لا حدا سأل عن اذا معي عبي سيارة ولا لا. حب الحال ركض بنزلوا على يوم سيارة وقفوا مع الكل، بنزلوا كل يوم وبيصنعوا اشياء. قدروا يورجوا الطرابلسية انه هن بيحملوا قلم اللبنانية، وهن مش مثل ما بنورجيهم بالاعلام انه مهدين سنة تنيموها لطرابلس وكفوها. تعطينا مش ملاحات او كلمات قصة طرابلسية. بتشكر كل شخص عم بيقدم لو حبة رز على لبنان لأهلنا يلي عم بيقضوا كتير، ما بدنا ننساهم، بس ما بدنا ننسى إنه نحن بهالبلد كمان تعبنا جدا 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 وبنستحق كمان في بوليانز بيتورونتو وبكندا زفي لإلنا. أنا لما كنت بالحفلات يرحبوا فيي بيقولوا لي واقف بقول لهم ماني واقف. من عم يضحك على طول يا شباب؟ ليه أنا دافع عنكم عادي. بس بدنا نعد العشرة في لحظة، بتعدوا معي ولا بنغني؟ واو جبل. حقي في الأشتاء تقتلوا يا طير الطق. عم بلاش بس عم بلاش الانتخابات. 6 4 تافولا 5 6